سنعود إلى السوق، لكن بداية خلينا مع هذا الخبر. يعني حسب مصدر مصرفي، من هو المقصود بسقف الإفصاح و15 مليون؟ يعني إن عندما يصل القرض ل 15 مليون درهم، كيف نفهم هذه المعادلة؟ الحقيقة الخبر مبتور، يعني أنا ما أعرف السبب. يعني عادة هناك تكون مبررات مقنعة، يعني لماذا رفع السقف؟ يعني هل هذا أنا أريد أربطه بعد قليل مع ارتفاع القروض الشخصية إلى حد ما. 3 مليارات قالوا 800 مليون. القروض الشخصية، يعني رصيد القروض الشخصية في الإمارات تشكل تقريبا 24% من إجمالي القروض. هذا رقم خطير بتعده سيد وضاح أو قلق؟ ما أعتقد، يعني الحقيقة ما أعتقد. حتى مثل ما تفضلتي، يمكن الارتفاع الشهري كان 3.8، خصوصا أنه يكون مقلق إذا كانت النسبة أكثر من 100%، نسبة إجمالي القروض إلى أو القروض الصافية إلى الودائع أكثر من 100%. الحقيقة في النصف الأول من العام، في نهاية شهر 6، كانت بلغت النسبة تقريبا 91.4%، منخفضة من تقريبا 93.6 أو 4% أيضا، 93 في الشهر الذي سبق في شهر 5. إذن النسبة بشكل عام غير مقلقة. الأهم من هذا ضوابط الإقراض، يعني ضوابط الإقراض هي الأساس في التقييم. والنقطة الأهم من هذا كله، نربط هذا الموضوع عملية الإفصاح مع مكتب الائتمان. مكتب الائتمان هو المكتب المركزي الذي ينسق مسألة المعلومات الائتمانية للأفراد. فالإفصاح لأكثر من 15 مليون الحقيقة يعطي سقف أكثر لمن لا يرغب بالإفصاح مثلا عن الاسم. لكن إذا جينا على الخبر نفسه، إذا عندك الخبر نفسه نصه، الجزء الأول من الخبر خلصناه، اللي هو 15 مليون. الجزء الثاني يتعلق بندوة تتعلق بنافذة الخصم. الجزء الثالث يتعلق بلجنة متخصصة حول موضوع مناقشة العقود والمشتقات المالية. الخبر الرابع في هذا الموضوع يتعلق بالشركات الكبرى واستثنائها من الضوابط الجديدة. والموضوع الأخير خمس مواضيع في مقال واحد. نعم، وكلها غير مرتبطة. يعني الخبر هو المقصود، الخبر هو الباراجراف الأول فقط، اللي هو أربع أسطر. نعم، وما كان واضح. حاولنا أنه من 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 موقع المركزي الإماراتي نستوضح الموضوع. الحقيقة ما حصلت شيء. يعني لم ينكروا أو لم لا 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 لم بالعكس، أحيانا في كثير من الأمور، مثلا العقد الموحد، البنك المركزي فيما يتعلق بالعقود أخذ تماما نصا النص اللي قدمه اللجنة المتخصصة في جمعية المصارف بالنص، أخذ بتوقيع المحافظ، أخذ المقترح وعمم على البنوك كما هو، وهذا موجود على نص على موقع المركزي الإماراتي. لكن الخبر بحد ذاته مبتور، يفترض أن يكون مسبب مبرر. أنا أتصور يكون حتى أوضح وربما أكثر مقنع حتى بالنسبة للمتخصصين. يعني برأيك أنه مثل هذه الأخبار، طيب كيف يكون وقعها على السوق وحتى على القطاع المصرفي؟ الحقيقة هل هي يعني أين تصب؟ هل هي محايدة لا تأثير لها؟ ما ترك أثر، يعني اللي هو يعني الموضوع ما كثير ترك أثر، يعني ما كان كثير واضح الموضوع. أنا أعتقد في المرحلة القادمة أعتقد أنه مكتب المعلومات الائتماني، ما هي سلطتك؟ ما هي القوة التي يمتلكها حتى يحصل على معلومات مركزية كل المعلومات تصب هذه لحماية الاقتصاد الوطني؟ يعني هذا المكتب وصلنا إلى هذه المرحلة أنه أي من المبكر الحكم يتقدم إلى قرض، يمكن أنه معلوماته تكون واضحة ومتاحة للجميع. هذا هو الهدف. لم نصل بعد إلى هذا هو الهدف. يعني الآلية موجودة، ولكن تطبيق الآلية أهم بالنسبة للبنوك، واستيعاب الآلية وتطبيقها بقناعة، هذا هو المهم. رفع السقف، أنا أعتقد هناك فرص مع تزايد السيولة. يعني السيولة من بداية العام ارتفعت 7.5%، يعني وصلت إلى 1,255,000,000 درهم، 1255 مليار، يعني
نعم. طيب هذا كيف، هل حيتم ضخ برأيك؟ هل عندهم استراتيجية واضحة بالنسبة للمصارف أم سعاد تدويرها بشكل قروض؟ لا مختلفة مختلفة. يعني أنا اللي ألمسه من على الأرض. قطاعات البلد كيف حتستخدمها؟ الحقيقة مثل ما يعني المتوقع أنه تكون المشاريع العقارية لها حصة، ولكن التركيزات الائتمانية التي فرضها المركزي على البنوك أعتقد سوف تحد من الاندفاعات اللامسؤولة التي كانت سابقا سائدة في عام 2000 الممتدة من 2003 إلى 2005 الذي كان هناك إفراط في عملية الائتمان. يعني كانت حتى على صعيد المينا ريجن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت تحتل المركز الأولى بشكل كبير، تكاد يمكن الإمارات تستحوذ على في إحدى السنوات خلال هذه الفترة أكثر من 60% من إجمالي الإقراض للقطاع الخاص. نعم. طيب هلا خلينا نحكي، سنعود الى اشراق بطبيعه الحال، يعني سنفرد لها يعني بند كامل، لكن بالنسبه لوضع التداولات يعني هذه المستويات التي يكسرها اما يعني سوق ابو ظبي وحتى احنا مختلفين، يعني الاخوه المحللين بشكل عام مختلفين بين تصحيح بين تذبذب بين يعني اراء مختلفه، انا احترم كل الاراء، ولكن السوق أعتقد ما نختلف على نقطة أساسية، السوق يمر بفجوة معلومات طبيعية، وهذه الفجوة تأخذ السوق إلى حالة هدوء، انخفاض في التداولات وعدم تركز التداولات على الأسهم القيادية، لكن الخشية كثرة التداولات على أرابتك أعتقد هي بطبيعة الحال ذات طبيعة مضاربية لسبب بسيط، لو كان واحد مستثمر ما أعتقد عند هذه المستويات يكون الدخول منطقي لسبب بسيط أنه البي اي أو مكررات الربحية عالية جدا على المستوى الحالي، تكاد تكون ضعف أكثر من ضعف مكرر الربحية السائد للسوق بالكامل لسوق دبي، والقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية أيضا في أرابتك أكثر من ضعف القيمة السوقية، معدل القيمة السوقية السائد في المعدل السائد الأفرج في سوق دبي. إذن بموضوعية كتقييم فندمنتال أساسي، السهم عند هذه المستويات يعتبر مكلف، قد يكون البعض مكلف. نعم. مقلق هذا الحق، يعني ربما أترك الموضوع التقييم للمستثمر أو نعم. لكن مكلف أنت تعتبر مكلف فندمنتالي، هاي أشياء أي محلل يتوصل لها من خلال عملية الاحتساب لهذين المؤشرين الأساسيين، والموضوع قد يكون موضوع مضاربي أو ينتظرون أخبار تؤدي إلى ربما تعديل مثل هذه النسب، ولكن لا أعتقد بالوقت القريب على مدى أسابيع أو حتى إلى نهاية العام يتعدل الوضع بشكل كبير. النقطة الأخرى المهمة أنه على الرغم من تحسن الربحية في أرابتك إلا أنه لا تزال إلى حد ما متواضعة. النقطة التحدي الأكبر من وجهة نظري كمحلل مالي هي تكلفة الإيراد إلى الإيراد، تكلفة إنشاء المشاريع بشكل عام تعتبر عالية. النصف الأول أشارت تكلفة الإيراد إلى الإيراد إلى تقريبا 88%. 88% تعتبر نسبة كبيرة، بمعنى نسبة مجمل الربح إلى الإيراد تبقى 12%. صافي الربح للنصف الأول هو لا يشكل سوى تقريبا 6% أو 6.5% من الإيرادات الكلية.